وهذا هذه الرواية والرواية السابقة يظهران بطلان ما يذهب إليه بعض المعاصرين مثل دكتور غبان كما ذكرت، من عدم وجود رواية تثبت أن عبد الله مسعود خطب على المنبر في الناس. تدرون لماذا يا أخوة؟ لماذا البعض يشكك مثل هذه الروايات؟ احنا عندنا عقدة ولي الأمر، عندنا عقدة بصراحة، أن كيف عبد الله مسعود يخطب خطبة ويسمعه الناس ويستنكر شيء لولي الأمر؟ احنا نريد نضع قاعدة ونخلي الصحابة يسيرون خلفنا في القاعدة، والمفروض أننا إذا كنا فعلا ننتهج منهج السلف الصالح أن نجعل الرواية هي التي تقودنا إلى الحقيقة وليس العكس. عبد الله بن مسعود هذه أنا ناقشت فيها واحد، ناقشت في فيسبوك يعني، وإن كان مكان ليس في حرية نقاش لأنه يعني ليس منتدى حواري، ناقشته قلت يعني مسألة الإنكار يعني جعلتم أن الإنسان المسلم المتبع للسلف الصالح أي شيء يحصل في البلاد ما يتكلم، لازم يرسل برقية إلى الوالي أو إلى الحاكم بينه وبينه، وربما بالدي اتش ال ولا بالهذا حتى ما يقرأها إلا هو، كأنه مسموح إنه كذا، وما في تفريق بين النصيحة السرية وبين الإنكار على المنكر أو ما يراه المرء منكرا. السلف الصالح ما كانوا هكذا، ما كانوا مثلنا نفكر بهذه العقلية. عبد الله بن مسعود على المنبر، وهذا الأخ الذي ناقشني قال لي عبد الله مسعود رجل عالم وكذا وما كل أحد يتكلم، قلت له طيب ما كل أحد يتكلم لكن كلم من؟ كلم ناس في المسجد، فعل خوارج